نعلم جميعا أن تناول الطعام الصحي مهم لصحتنا العقلية والجسدية، لكن في بعض الأحيان تتطلب أجسامنا بعض العناصر الغذائية المحددة لتكون أكثر نشاط وصحة. كون الدماغ جزء من أجسامنا يتطلب أيضا بعض العناصر الغذائية المهمة حتى يعمل بشكل صحيح. نقدم هنا قائمة بالأطعمة التي سوف تساعدك على تحسين عمل دماغك وجهازك العصبي، خصوصا المادة الرمادية. الخضر الورقية الخضراء هي غنية بمركب فيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين ه والمغنيسيوم، كلها مهمة من أجل الأداء السليم لجهازنا العصبي. إن فيتامين ب ضروري في عملية تصنيع وتداول النواقل العصبية، هي مواد كيميائية في الدماغ تنظم ضربات القلب والتنفس والهضم. إن المغنيسيوم يساعد في تهدئة الأعصاب، كما يعمل فيتاميني ه وج كمضادين لشيخوخة الجهاز العصبي. البروكلي هو معروف بتحسين قوة الدماغ والمهارات المعرفية، غني بفيتامين كي. لقد ذكرت العديد من الدراسات أنه نظرا لأن البروكلي غني بمركب يسمى الجلوكوزينولات الذي يمكن أن يبطئ من انهيار الناقل العصبي أستيل كولين الذي يحتاجه الجهاز العصبي المركزي لأداء وظيفته بشكل صحيح، يحافظ على دماغنا وذاكرتنا حادة. ترتبط المستويات المنخفضة بمرض الزهايمر. البيض تتبعت دراسة أجريت في جامعة بوسطن على 1400 من البالغين الأصحاء لمدة 10 سنوات الذين تناولوا البيض يوميا، وجدت النتائج أن تناول البيض بانتظام أدى إلى أداء أفضل في بعض اختبارات الذاكرة. إن البيض غني بالكولين وفيتامين ب. عندما تستهلك البيض يستخدم الدماغ مادة الكولين الموجودة فيه لصنع أستيلكولين، هو ناقل عصبي مهم للذاكرة والتواصل بين خلايا الدماغ. سمك السلمون هو مصدر غني للأوميجا 3 والتي يمكن أن تقوي القدرات العقلية، وفقا لبحث تم إجراؤه في جامعة بيستبرج. فإن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما الذين زادوا من تناول أوميجا 3 على مدى 6 أشهر قاموا بتحسين درجاتهم في الاختبار وقياس الذاكرة العاملة. الأفوكادو يساعد على منع تجلط الدم في الدماغ، هو غني بفيتامين كي والفولات، يحميك من السكتة الدماغية. بصرف في النظر عن ذلك فإنه يساعد أيضا في تحسين الذاكرة والتركيز. إن أفضل شيء في الأفوكادو أنه يحتوي على أعلى بروتين وأقل محتوى من السكر مقارنة بأي فاكهة أخرى. اللوز يحتوي على مستويات عالية من أوميجا 3 الدهنية والصحية للدماغ والكثير من فيتامين إي والذي يحمي الدماغ. بذور اليقطين تعتبر مصدر ممتاز للمغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك. بصرف النظر عن كل هذا المحتوى تحتوي أيضا على مضادات الأكسدة القوية والتي تحمي الجسم والدماغ من أضرار الجذور الحرة. إن المغنيسيوم ضروري للتعلم والذاكرة، يرتبط انخفاض مستويات المغنيسيوم بالعديد من الأمراض العصبية بما في ذلك الصداع النصفي والاكتئاب والصرع. يستخدم دماغك النحاس للمساعدة في التحكم في الإشارات العصبية. عندما تكون مستويات النحاس خارجة عن السيطرة يكون هناك خطر أكبر للإصابة بالاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر. يعتبر الزنك ضروري للإشارات العصبية وقد ارتبط نقصه بالعديد من الحالات العصبية بما في ذلك مرض الزهايمر والاكتئاب. وقد أظهرت دراسة أجريت في عام 2014 أن المكسرات يمكن أن تحسن مهارات الإدراك وحتى تساعد في منع الاضطرابات العصبية. كما وجدت دراسة أخرى أن النساء اللواتي تناولن المكسرات بانتظام على مدار عدة سنوات كان لديهن ذاكرة أكثر حدة مقارنة بمن لم يأكلن المكسرات على الإطلاق. هناك العديد من العناصر الغذائية في المكسرات مثل الدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيتامين ه، كلها مفيدة لصحة الدماغ. يحمي فيتامين ه أغشية الخلايا من أضرار الجذور الحرة، بالتالي يساعد على إبطاء التدهور العقلي.